السلام ليوسف النجار خطيب العذراء المختار المشهود له أنه برض الشيبة والوقار هو من نسل الأبرار من عشيرة داود المختار عينه الرب باقتدار وحصنه بكرامة ووقار عينه الرب واتمنه يكون خطيبا لأمه حاصته أظهرت على ما غارت شبه حمامة أخذ مريم الصبي البتول الطاهر النقي إلى بيته بكل حنية ليتمم المشيئة الإلهية الله زوجة عادية وهي للبتول يا مشتهية ففاضت نعمة سماوية في الناصرة واليهودية أيها البرتوبة لبيتك المختار فيه أتت البشرى الهنية بميلاد فاد البشرية الصبية حفظت في قلبها بشارة ميلاد ربها ويوسف نظر بطنها تحير ولم يقل لها حقيقي هو بر كما شهدت الأصفر لكن الأمر جعله يحتر فلم يتركه أبو الأنوار الأمر يخص الفاني لذا أمسى الملك نوراني يطمئنه بالحبال الإلهي فصح لقد اقتنيت الحبل الذي يسبلك به الجوهر الثمينة يسوع غالي القيمة السماء تنسى أتعابك وسهرك وترحالك وبذلك وخدماتك وشهمتك وكمالك تكن أبا للمسيح بل أخذت اللقب الصريح ليس على سبيل المديح بل تكريما لشخصك الخدي سمعا حاضر حيض بحمل الجريمة الأزلي وحملته أنت كم مرة لهذه النعم الثانية قلت كرامة الأبوة وعظمك الرب بقوة وأرسل ملاكه يعلمك مصر تكون ملجاء وأصبحت الشخص المسؤول بذكاك الملك مرسول خذ الطفل وأم النور وإلى مصر لم يعين في مصر مكان فخفوا همك يا مقدم وتبارك ودينا وجبل قسطن بالزيارة الفريدة المنال يا بختك يا هناك بالطفل يسوع لما جاك ركبا سحابة خفيفة هي العذراء يوسف ظل يامل نجا ويعول الصبية وابنها البر حتى جاء الوحي بالعودة وأتاه الملك لثالث مرة وهكذا تم المكتوب من مصر العود ابن المحبوب فالوقت في مصر قد طال والخطر مضى وزال ورجع مع العذراء والغلم إلى الناصرة بسلام والصبي ينمو في القمر نعمة وحكمة تمام إذا نطوبك بالألحان ونسأل ثوبة وأخرى من لدن الرب الديان الذي تجسد وصار إنسان تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله يوسف البار أعنا